ياسر الحديدي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، انا عليا ياسر الحديدي بنت الشهيد البطل العميد ياسر الحديدي، مفتش الامن العام بجنوب وشمال سيناء. بابايا استشهد يوم 8 مارس في العريش، استشهد عشان كان بيدافع عن بلده وعشان يحمينا كلنا، وانا طبعا افتخر ان بنته. بابايا يوم ما كان مسافر العريش كلمنا وقال لنا ان هو مسافر، انا اتضايقت وكنت زعلانه وقلت له ما تسافرش، بس هو رد عليا وقال لي لو انا ما سافرتش مين اللي هيسافر، انا مسافر عشان اخلص بلدنا من الخونه والارهابيين. وقال لي ما تقلقيش عليا يا عليا، بس انا طبعا كنت قلقانه. وبعد كام يوم من سفره جالنا خبر استشهاده، انا اتضايقت وكنت زعلانه وهو كان وحشني وما كنتش مصدقه، واللي كان مزعلني اكتر ان هو كان طيب ومفيش طلب بيرفضولي وما يتعوضش. بس اللي مصبرني ان انا عرفت يعني ايه شهيد، يعني ان هو بطل وحي يرزق في الجنة، وان هو حاسس بينا. واما عرفت ان هو حاسس بينا صممت ان انا افضل اذاكر واطلع الاولى زي ما هو كان بيحب كل سنة. واللي مصبرني ومصبر كل الناس ان كل الشهداء دول كانوا بيدافعوا عن بلدهم عشان يحمونا كلنا ويخلصونا من الارهابيين. وعايزه اقول كلمه للخونه والارهابيين، الشرطه والجيش دول زي الحفره، كل ما بيتاخد منهم بيزيدوا، هيفضلوا يدافعوا عن بلدهم لغايه اما يقضوا عليكم وعلى اللي بيساعدكم. وعايز اختم بآية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. شكرا.